بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم بإذن الله يا أولى سوف نتعرف على الدرس الثالث. أولا استمعي معي وانظري إلى هذه الكلمات الموجودة على السبورة. كلمات كتب، كتب، كرة، كرة، كعبة، كعبة. انظري إلى هذه الكلمات، جميع هذه الكلمات بدأت بنفس الحرف. هنا كتب، كرة، كعبة، كعبة. هنا ما هو هذا الحرف؟ ك، ك، كعبة، ك، كرة، ك، كتب. إذن حرفنا اليوم هو حرف الكاء. أحسنتم، حرف الكاء. نتعرف عليه من خلال المكون الأول، أسمي الحرف وألونه. إذن ضيفنا الجديد هو حرف الكاء. انظري هنا، هذا هو شكل حرف الكاف. هذا هو شكل حرف الكاف، وله أشكال عدة. نرحب أولا بالحرف يا صغيراتي. أهلا أهلا، حرف الكاف للدرس أنت العنوان، نهديك أحلى الألوان، زيد جمالا وبيان. رحبنا بحرفنا الجديد وهو حرف الكاف. انظري حرفنا اليوم سعيد لأننا رحبنا به. سوف نتعرف يا أولى هنا على الصورة الموجودة. ماذا نرى في هذه الصورة؟ صورة ماذا؟ أحسنتم، هذه صورة كتب. كم كتاب عندنا؟ كم كتاب موجود؟ كتابان، كتاب، كتابان. تبدأ بحرف الك، ك، كتاب، ك، كتابان، جميعها تبدأ بحرف الك. الآن ننظر إلى أشكال حرف الكاف في أعلى الصفحة. كم شكل لحرف الكاف؟ هيا نعد يا أولى، نعد. واحد، اثنان، أحسنتم، ثلاثة، أربعة. إذن كم عدد اللي هنا؟ كم شكل لحرف الكاف؟ أحسنتم، أربعة أشكال. وقد تعلمتم الأعداد في أي مادة؟ في مادة الرياضيات. ممتاز. انظري هنا شكله في أول الكلمة يمد يد واحدة، وهنا في وسط الكلمة يمد يديه الاثنتين، أما هنا في آخر الكلمة متصل يد واحدة، وإذا كان منفصل لا يوجد لديه أي يد. شكله يختلف أول الكلمة وسطها عن آخرها. في الأول يكون الحرف هنا مائل، كتابته مائلة، لكن هنا بشكل مستقيم، وفي داخله همزة صغيرة أو نسميها كاف صغيرة. الآن نهدي الحرف أحلى الألوان. ماذا نهدي الحرف؟ أي لون يا صغيراتي؟ نهدي حرف الكاف أي لون؟ حرف الكاف، أحسنتم، نهديه اللون البرتقالي حتى يزيد جمالا وبيان. هيا نهديه اللون البرتقالي. انظري هنا الحرف ملون في البداية، نجد الحرف ملون، وهنا لدينا الحرف مفرغ، نهديه اللون البرتقالي ليزيد جمالا وبيان. هنا هذا الحرف الملون لون هنا، وأيضا لون هنا. هيا الآن نبدأ بالتلوين. بالتلوين في داخل الإطار يا أولى، خط مستقيم. ثم أنزل على السطر، خط مستقيم. هنا لا يوجد سطر، لكننا نتعرف أنه يكون مستقيم إذا كتب على السطر. ثم نغلق الحرف، هذا إذا كان في آخر الكلمة منفصل يكتب بهذه الطريقة، أو إذا كتب لوحده. وهنا همزة صغيرة، الهمزة درسناها في أي حرف يا أولى؟ الذي نضع عليه همزة أي حرف؟ هذا هو حرف، أحسنتم، حرف الألف.
وإذا نطقناه في الكلمة ينطق أ. إذن هذا هو حرف الكاف، كاف صغيرة نسميها أو همزة، نقوم بتلوين بقية الحروف. بارك الله فيكم، ونحاول أن لا نخرج عن الإطار. ننتقل للصفحة التالية. ألاحظ الصور وأتحدث ثم أستمع. الآن الصورة الأولى، ماذا نلاحظ في هذه الصورة؟ قبل ذلك ننشد إنشودة الوحدة يا أولى. أشاهد صورا ما أجملها وأعبر عنها بالنظر، ألاحظ أصف ما تحمله وأصغي للنص المنتظر. الصورة الأولى، ماذا نرى فيه؟ أحسنتم، نرى ياسر يلعب بالكرة في غرفة الجلوس. هل مكان الجلوس مناسب يا أولى للعب بالكرة؟ لا طبعا. ننتقل للصورة الثانية، ماذا نرى هنا في هذه الصورة؟ ماذا ترين يا بنيتي هنا؟ نرى ياسر وقد ركل الكرة بقوة واصطدمت بآنية الزهور. هنا ننتقل للصورة الثالثة، نلاحظ جيدا ماذا يوجد في الصورة الثالثة. نرى الآنية سقطت وانكسرت. هنا الآنية مصنوعة من ماذا؟ من الزجاج. حمل ياسر كسر الزجاج من الأرض. انظري وانجرحت كفه. انظري، بكى ياسر وذهب إلى والده. الصورة الرابعة، انظري هنا ياسر يبكي ثم ذهب إلى من؟ ذهب إلى والده. ماذا فعل الأب؟ ماذا فعل الأب؟ نظف الوالد الجرح ووضع له الشاش الطبي. مهم جدا يا أولى أن نحرص على أن يكون في منزلنا دائما حقيبة إسعافات أولية أو مكان مخصص نضع فيه الإسعافات الأولية. ما هي الإسعافات الأولية المهمة التي نهتم بها ويجب علينا وضعها دائم في المنزل؟ مثل ماذا؟ أحسنتم، مثل الشاش الطبي وأيضا المسحات الطبية، كذلك مقياس الحرارة، أيضا القطن ولاصق الجروح. جميع الجروح هذه جميعها مهمة نحتفظ بها ونضع لها مكان مخصص، ونسأل الله لنا ولكم السلامة. هنا ماذا قال ياسر؟ ماذا قال ياسر لأبيه؟ هنا اعتذر ياسر من الآب بسبب تصرفه الخاطئ وقال أعدك أن لا أفعل ذلك مرة أخرى. يجب علينا دائما عند الخطأ الاعتذار. الآن يا أولى استمعي إلى النص. نستمع إلى النص سويا، الجميع يصغي معي حتى نستمع إلى النص. ركل ياسر الكرة بقوة. ركل ياسر الكرة بقوة، هذا في الصورة الأولى. شاهدنا ياسر وهو يركل الكرة بقوة، ثم بعد ذلك في الصورة الثانية ماذا نلاحظ؟ شاهدي معي الصورة الثانية، عندما ركل ياسر الكرة بقوة
هنا أين ركلها؟ انظري، دخل ياسر غرفة الجلوس وركل الكرة. هنا بدأ يلعب، أولا في الصورة الأولى بدأ يلعب بالكرة، في الصورة الثانية عندما ركل الكرة بقوة فكسر آنية الزجاج، وهي آنية الزهور، أصابت كفه كسرة زجاج فجرحتها. أخذ ياسر يبكي والأب يضمد الجرح. قال ياسر: أنا آسف يا أبي، أعدك أن أكون ولدا مهذبا. الآن يقولها كرة كرة، وهنا كفه، انتبهي للكلمات، كرة كفه يبكي. أعدك أكون، جميعها فيها أي حرف؟ أحسنت، فيها حرف وضيف جديد، حرف الكاف. كرة ك ك كرة ك كفه، هنا يبكي في وسطها حرف الكاف. وأيضا سوف نتعرف بتوسع أكثر في صفحة 38. انتقلي معي إلى الصفحة، صفحة 38، ألاحظ الصور وأقرأ. لون، عدد، صوت، شخص، صور فيها معنى الدرس، ويليها عبارات تحمل كلمات تقرأ بتأمل. لون، عدد، صوت، شخص، نراها في الصورة، صور فيها معنى الدرس، ويليها عبارات تحمل كلمات تقرأ بتأمل. في هذا المكون يقول الهدف منه أن تقرأ الطالبة قراءة جيدة. نقرأ بعد النظر إلى الصور. دخل ياسر غرفة الجلوس وبدأ يلعب بالكرة، ركل الكرة بقوة فكسر آنية الزهور، أصابت كفه كسرة زجاج فجرحتها. أخذ ياسر يبكي والأب يضمد الجرح. فقال ياسر: أنا آسف يا أبي، أعدك أن أكون ولدا مهذبا. نقرأ مرة أخرى، اقرأ معي يا بنيتي. دخل ياسر غرفة الجلوس وبدأ يلعب بالكرة، أحسنتم، ركل الكرة بقوة فكسر آنية الزهور، أصابت كفه كسرة زجاج فجرحتها. أخذ ياسر يبكي والأب يضمد الجرح. فقال ياسر: أنا آسف يا أبي، أعدك أن أكون ولدا مهذبا. الآن نقرأ الكلمات الملونة باللون الأخضر ونركز عليها جيدا. الكرة، الكرة، ركل الكرة، ركل الكرة، كسر، كسر، كفه كسرة، كفه كسرة، يبكي، يبكي، أعدك، أعدك، أكون. لاحظنا من خلال قراءة هذه الكلمات وأيضا من خلال النظر إلى الكلمات بأنه يوجد بها حرف مشترك لون باللون الأحمر. ما هو هذا الحرف يا أولى؟ هو حرف، أحسنتم، هو حرف الكاف.
حرف الكاف. بارك الله فيكم، وهو ضيفنا الجديد. نقرأ الآن ونركز على الكلمات. كرة، كرة. بماذا تنتهي كلمة كرة؟ أحسنتم، بتاء مربوطة. كرة، كرة. وهنا ركلة، ركلة، ركلة. لاحظي هذه الكلمة مكونة من ثلاثة حروف وجميعها محركة بحركة ماذا؟ حركة الفتح. ركلة، ركلة. وأيضا هنا كسرة، كسرة، كسرة. كسرة، كسرة. كفه، كفه. هنا لا يوجد حركة في الأخير. كفه، كفه. يبكي، يبكي. أعيدك، أعيدك. أكون، أكون. مرة أخرى، كرة، ركلة، كسرة، كسرة، كفه، كفه. يبكي، أعيدك، أكون. الآن كرة، ركلة، كسرة، كسرة، كفه. هل يوجد في هذه الكلمة حرف مشدد؟ أحسنتم، ما هو؟ بارك الله فيكم، هو حرف الفاء. الفاء هنا الشدة تعني كم حرف؟ الحرف يتكرر مرتين. الفاء الأولى هل هي متحركة أم ساكنة؟ أحسنتم، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. ما حركته هنا؟ أحسنتم، حركته الفتح. يبكي، هل يوجد بها مقطع ساكن؟ ممتاز، هو يب. مقطع ساكن، نأخذ الحرف الساكن مع الذي قبله، يب. هل يوجد فيها صوت طويل؟ نعم، كي، كي. نضعها في دائرة. إذن إذا أردنا تحليل الكلمة تصبح يب ثم كي، مقطع ساكن وأيضا صوت طويل. هنا أعيدك، أين جاء حرف الكاف؟ ممتاز، في آخر الكلمة. هل هو متصل أم منفصل؟ منفصل، ممتاز. أكون، نحلل الكلمة، هل يوجد فيها مقطع ساكن؟ لا، لا يوجد فيها مقطع ساكن. هل يوجد فيها صوت طويل؟ نعم، ما هو؟ كو، نضع عليه دائرة، كو. الآن نحلل الكلمة، كيف أحللها؟ أكتب حرف الاء لوحده ثم ماذا أكتب؟ ثم أكتب كو، الصوت الطويل، كو. ثم أكتب حرف ناء، حرف الناء لوحده. بهذه الطريقة يصبح تحليل الكلمة صحيح. إذن نركز يا أولى على قراءة النص وقراءة الكلمات. الآن ننتقل حتى نستمع إلى قراءة الحرف بحركاته الثلاث. أقرأ الكلمات ثم أجرد الحرف الملون. الآن نقرأ ونجرد حرف الكاف بالأصوات لنحفظ أشكال الحرف ومواضعه في الكلمات. كسر، كسر. نقول جاء حرف الكاف في أول الكلمة، حركته الفتح، ينطق ك، ك. أحسنتم. وهنا كرة، كرة. جاء حرف الكاف في أول الكلمة، حركته الضم، ينطق ك، ك. أحسنتم. كسرة، كسرة. جاء حرف الكاف في أول الكلمة، حركته الكسر، ينطق كي، كي. ممتاز، تعرفنا على نطق الحرف بحركاته الثلاث: الفتح، الضم، الكسر. ننتقل لأميز الصوت القصير والصوت الطويل المد. الآن نميز بين الصوت القصير والصوت الطويل الذي هو
المد. هنا نبدأ نقول صوت الفتحة أفتح شفتي ومع الألف أطيل الصوت. هنا صوت قصير ك ك ك ك، أما هنا ك ك. الآن صوت الضمة أضم شفتي ومع الواو أطيل الصوت. هنا صوت قصير ك ك ك ك، أما بالصوت الطويل كو كو. هنا صوت الكسرة أخفض شفتي ومع الياء أطيل الصوت. الصوت القصير كي 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 كي، أما الصوت الطويل كي كي. إذن يا أولى ميزنا بين الصوت القصير والطويل. الصوت القصير لا يوجد فيه حروف المد، أما الصوت الطويل كيف عرفت؟ إذا وجدنا ألف وما قبلها مفتوح هذا حرف مد الألف، وإذا وجدنا واو وما قبلها ضمة هذا حرف المد الواو، وإذا وجدنا ياء وما قبلها مكسور هذا حرف مد الياء. ولاحظي دائما أن حروف المد ساكنة، الألف الواو الياء، لا يوجد عليها حركة. وانظري للحرف الذي يسبقها، إذا كان الحركة مناسبة للحرف دائما الألف صدقتها فتحة، إذا وجدت قبلها فتحة وهي ساكنة هذا حرف من، وهنا الواو صدقتها من الضمة تشبه لها، أيضا الياء صدقتها الكسرة، إذن هو حرف مد. ننتقل إلى رقم 6، أقرأ الكلمات ثم أرسم دائرة حول المقطع الساكن. الآن يبكي يبكي، أين المقطع الساكن؟ هو الملون باللون الأحمر. كيف عرفنا أنه مقطع ساكن؟ لأن الحرف الذي عليه سكون دائما يتمسك بالذي قبله، ونسميه مقطع ساكن لأنه يخاف لا يكتب لوحده وينطق مع الذي قبله. يب يب يب، هذا مقطع ساكن يبكي. الكلمة الثانية يلعب يلعب، ما هو المقطع الساكن؟ هو الحرف الذي عليه السكون مع الذي قبله، يتمسك بالذي قبله لأنه دائما السكون تخاف تتمسك في الذي قبلها. نقول يل، نضع عليها دائرة على المقطع الساكن يل. الكرة، هل هذه الكلمة فيها الشمسية؟ هنا منع الأل، الشمسية أم القمرية؟ ممتاز، هنا القمرية. كيف عرفنا؟ لأننا وجدنا على حرف اللام سكون. هل الحرف الذي بعدها مشدد؟ لا، إذا كان الحرف الذي بعد المشدد فإنها تصبح الشمسية. هنا الكرة، هنا القمرية. أين المقطع الساكن؟ هو هو المقطع الساكن، يقرأ دائما مع بعض، أيضا يتمسك به ولا يتركه لأنه يخاف. جرح جرح، أين المقطع الساكن؟ المقطع الساكن هو الحرف الذي عليه السكون مع الذي قبله، جر جر. إذا تعرفنا اليوم على المقطع الساكن، أقرأ المقطع الآن الساكن لوحده بدون الكلمة. يب يل ال جر، هذا هو المقطع الساكن. ننتقل الآن يا صغيراتي للصفحة التي تليها، صفحة 40. هنا رقم 7، أكتب الحرف وأكمل الناقص ثم أكتب الكلمة. الهدف هو أن تكتب الطالبة الحرف كتابة صحيحة. هنا نجد كم شكل لحرف الكاف كما تعرفنا في أول صفحة. أحسنتم، له 4 أشكال. نجد حرف الكاف هنا
في أول الكلمة كيف يكتب يا أولى؟ يكتب، نبدأ من عند الدائرة المفرغة، هنا خط مائل، ثم أيضا خط مائل ينزل إلى السطر، ثم سطر نائم على السطر. هذه هي طريقة كتابة الحرف. الآن أبدأ بكتابة الحرف في على الخط الأحمر هنا إلى الخط العلوي، انظري خط مائل ثم خط مائل ينزل إلى السطر، خط ثاني ثم سطر نائم. مثال على حرف الكاف في أول الكلمة، كلمة كرة، كرة، نكتب كو بهذه الطريقة. ولا ننسى يا أولى الحركات مهمة جدا، نكتبها يا أولى بنفس الطريقة. الآن حرف الكاف في وسط الكلمة ماذا يفعل؟ بنفس الطريقة لكن يمد يديه الاثنتين. هنا نمد اليد الأولى ثم أكتب حرف الكاف، ثم هنا سطر نائم، ثم حرف الكاف يمد يده. إذن هنا نرى الحرف يمد يديه الاثنتين إذا كان في وسط الكلمة، مثل كلمة ماذا؟ هنا نكتب الحرف ثم نكتب يبكي، مثل كلمة يبكي، جاء حرف الكاف في وسط الكلمة نكتبه بهذه الطريقة. انظري هنا رأس الحرف يصل إلى الخط العلوي بهذه الطريقة، لكن هنا الخط لابد أن يكون مائل يا أولى، رأس الحرف هنا مائل. الآن نذهب إلى حرف الكاف في آخر الكلمة، متصل وهنا منفصل. إذا كان متصل يمد يد، لكن تختلف طريقة كتابته، يكون خط مستقيم ثم أيضا خط مستقيم على السطر، ثم نغلق الحرف ونرسم في وسطه همزة أو نفس الكاف في أول الكلمة، كاف صغيرة. مثال عليها كلمة أمسك، أمسك، فإن فيها كاف في آخر الكلمة متصلة، نكتبها على السطر وبداخلها همزة. الآن حرف الكاف في آخر الكلمة هل يمد يد إذا كان منفصل؟ لا، لا يمد أي يد، يكتب بهذه الطريقة، خط مستقيم ثم خط مستقيم، ثم نبدأ بإغلاق الحرف. أعيدك، المثال عليها أعيدك، نرسم حرف الكاف في آخر الكلمة منفصل، ونضع الهمزة في وسطه، ونضع الفتحة. أعيدك، إذن تعرفنا على حرف الكاف في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة، متصل ومنفصل. الآن ننتقل للصفحة التي تليها، صفحة 41. الآن يا صغيراتي هنا نرى ما أنجزنا من خلال دراستنا لهذا الحرف. أرسم دائرة حول الحرف كاف، ثم أكتب أين حرف الكاف في كلمة كتاب، أين حرف الكاف؟ أحسنتم، في أول الكلمة. ما حركة الكسرة؟ كيف ينطق؟ كي، ممتاز، نكتب الحرف وننطقه كي. كلمة شكر أين جاء؟ في وسط الكلمة، حركته الفتح، ينطق ك، نمد اليد ثم نرسم خط الماء بهذه الطريقة، ك ك. وهنا كراسة، كراسة، جاء في أول الكلمة، حركته الضم، ينطق ك. أبدأ بكتابة الحرف كو. أمسك أين جاء؟ في آخر الكلمة متصل، ما حركة الفتح؟ ينطق ك، ك، ممتاز. نضع في وسطه كاف صغيرة أو همزة صغيرة. كوب، أين حرف الكاف؟ في أول الكلمة، حركته الضم، ينطق كو. هنا كو، ينطق كو. أرتب رقم اثنان، أرتب الكلمات الآتية لأكون جملة مفيدة ثم أقرأها. الآن نلعب لعبة ترتيب الكلمات، لعبة جميلة جدا يا أولى. من محمد فراشه نهضة، لدي كلمات لكن غير مرتبة، أنا أريد أن أرتبها حتى أحصل على جملة مفيدة، يعني جملة مفهومة. من محمد فراشه، نبدأ بالفعل يا أولى،
نهض نهض، من الذي نهض؟ أحسنتم، محمد نهض. محمد من ماذا؟ من فراشه. ممتاز، نهض محمد من فراشه. نهض محمد من فراشه. نكتب أولى هنا الكلمات في الحركات، ونركز على الكتابة على السطر. ثالثا، أكتب العبارات الآتية مضبوطة بالشكل. العبارة هنا: أخذ ياسر يبكي والأب يضمد الجرح. ركزي يا صغيرتي على الكتابة على الخط الأساسي وهو الخط الأحمر، وانتبهي للحروف التي تصل إلى الخط العلوي مثل حرف الاء ومثل حرف اللام، أيضا الحروف التي تكون تكتب إلى الخط الوهمي المنقط والخط السفلي. الخط المنقط الوهمي مثل حرف الراء، الواو، أيضا الياء إذا كانت في آخر الكلمة. أما الخط السفلي مثل حرف الحاء إذا كان في آخر الكلمة، وحرف الحاء وحرف الجيم وحرف الخاء، حرف العين، حرف الغين، هذه تصل إلى الخط السفلي كما تعلمنا في بداية الكتاب في هذا التر. ألاحظ الجملة وأكتبها، هذه: ركل ياسر من الكرة. هذا إملاء منظور من خلال الحصة، تنظر الطالبة للجملة ثم تبدأ بكتابتها بدون النظر إليها. ثم الإملاء الاختباري يكون لحرف الكاف بأشكاله ومواقع مختلفة، أيضا جملة فيها كلمات فيها حرف الكاف. ننتقل الآن يا صغيرات الجميلات المبدعات الرائعات لسماع قصة، قصة للطالبات المتميزات، نكافئهم بهذه القصة، قصة هدية كريم. نستمع الآن إلى القصة ثم بعد ذلك نسأل مجموعة من الأسئلة. هدية كريم. ذهب كريم مع أبيه إلى محل الألعاب، وأشار إلى ركن فيه كرة كبيرة فاشتراها له أبوه. شكر كريم أباه ثم قال: أبي، أريد أن أشتري هدية لأختي. فرد الأب: جزاك الله خيرا يا بني، وسنختار لها دمية جميلة. الآن أقرأ واقرأي معي. هدية كريم. ذهب كريم مع أبيه إلى محل الألعاب، وأشار إلى ركن فيه كرة كبيرة فاشتراها له أبوه. شكر كريم أباه ثم قال: أبي، أريد أن أشتري هدية لأختي. أحسنتم. فرد الأب: جزاك الله خيرا يا بني، وسنختار لها دمية جميلة. هنا الآن انتبهي معي، نقرأ الكلمات الملونة، ركزي عليها. كريم كريم، هنا تنتهي بتنوين ماذا؟ تنوين كسر. تنوين كسر، ما هو التنوين؟ هو نون ساكنة تلحق هنا آخر الاسم في اللفظ وليس في الكتابة. لا نكتب النون فقط عندما أنطق الكلمة كأنك تنطقين مع الحرف نون. كري من هنا كريم، تنوين ما هذا؟ تنوين ضم. ممتاز. وهنا ركن فيها تنوين كسر، وهنا كرة كبيرة أيضا تنوين ضم.
ننتبه للكلمات كرة كبيرة شكارة كريم جزاك. الآن كريم ك كريم ك كرة ك كبيرة ك بدايتها. الآن ما هو الحرف المشترك في هذه الكلمات والملون باللون الأحمر؟ هو حرفنا الذي تعرفنا عليه اليوم. أحسنتم، هو حرف الكاء. حرف الكاء، لا ننسى حرف الكاء. هذا شكل حرف الكاء في آخر الكلمة أو إذا كتب لوحده. وأيضا هنا انظري للكلمات، نجد هنا حرف الكاف في أول الكلمة، وهنا في الأول، وهنا في الوسط، أيضا هنا في آخر الكلمة يكتب بهذه الطريقة. نحفظ أشكال الحرف ونربط دائما الحرف بالصورة. ككتاب، ككتاب، اربط الحرف بالصورة حتى لا تنسين الحرف. هنا عنوان القصة هدية كريم. إلى أين ذهب كريم؟ هو وأبي إلى أين؟ أحسنتم، إلى محل الألعاب. أشار كريم إلى ركن فيه كرة كبيرة. هل اشتراها له أباه؟ نعم، أحسنتم، اشترى له أباه هذه الكرة الكبيرة حتى يلعب بها. شكر كريم أباه عندما اشترى له هذه اللعبة. ماذا طلب كريم من أبوه؟ ماذا طلب كريم من أباه؟ طلب منه أن يشتري هدية لأخته، فهو لم ينسى أخته. رد الأب: جزاك الله خيرا. سنختار لها ماذا؟ اختار لها الأب دمية جميلة. الآن يا صغيرتي اقترحي على كريم وأبيه هدية غير الدمية. نقترح عليه أي هدية غير الدمية حتى تستفيد منها أخته، أخت كريم. أحسنتم، ممكن لعبة مطبخ. أحسنتم، وأيضا ممكن أي شيء تستفيد منه الفتاة. أحسنتم، ممكن مكعبات. أي طالبة تقترح أي اقتراح يفيد أخت كريم في اللعبة المفضلة التي تستفيد منها، اقترحيها لها. إلى هنا يا أولى، ماذا تعرفنا؟ على ماذا تعلمنا؟ تعرفنا على حرف الكاف بأصواته الطويلة وأصواته القصيرة ومواقع مختلفة. أيضا قرأنا كلمات بحرف الكاف. أتمنى أن نكون استفدنا من درسنا وهو حرف الكاف. نتدرب على طريقة كتابة الحرف كتابة جيدة. أيضا نكتب كلمات على حرف الكاف حتى لا أنسى الحرف. أستودعكم الله صغيراتي الجميلات، أشكركم على حسن الإنصات، بارك الله فيكم جميعا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لنا لقاء بإذن الله قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.